الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا هبة وشكرا أدا. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. نظمت مؤسسة الأهرام النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة تحت عنوان الطاقة الخضراء استثمار المستقبل، والذي يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وأكد المشاركون في المؤتمر أن الطاقة كمحرك رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أحد أهم السبل لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز وإحدى الشركات الهندية المتخصصة في الكيماويات، والتي تهدف للتعاون بين الجانبين، حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز باستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية للشركة الهندية. وعقب التوقيع أكد وزير البترول أهمية هذا التعاون مع الشركة الهندية، مشيرا إلى وجود فرص لتنمية التعاون مع الشركة في مشروعات مستقبلية، حيث تضع مصر صناعة البتروكيماويات في أولويات استراتيجيتها. تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح مع التفاقم الصراعي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو وصول الملاذ الآمن. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 44%، بينما فتح المؤشر ستاندر أند بورز 500 منخفضا 45%، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 78% عند الفتح. نهاية أخبار الاقتصاد، أعود إلى هبة وأدا. أشكرك محمد.